كل شريف في البلاد العربية والإسلامية أهل ورحم لهؤلاء الذين سبقونا إلى رحمة الله عز وجل، ولا نتألى على الله سبحانه. أتوجه إلى أنفسنا وإليهم جميعا بالتعزية، أقول عظم الله أجركم وغفر لأمواتكم، وإن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بحساب. وبعد، أيها السادة، تلك هي هدية برهان غليون وصحبه لسوريا، تلك هي براعة الاستهلال والمقدمة التي أرادوا أن يرسلوها بين يدي أمانيهم وآمالهم التي يحلمون بها أن يدخلوا هذه البلدة ويمتطوها مركبا ذلولا يهزجون فوقه ويتصرفون كما يحبون ويشاءون. ولكن دعوني أتساءل، ما هي مدى فرحتي رفاق غليون وصحبه من ذوي المعارضة الخارجية، ممن هم في داخل سوريا أو خارجها؟ هؤلاء الذين يصرون على أن لا يأتي الإصلاح إلا في أحضان أعداء لنا يأتون من وراء البحار، يصرون إصرارهم على أن لا يقبلوا أي إصلاح يأتي إلا إذا جاء في أحضان أعداء الله عز وجل وأعداء الإسلام وأعداء الإنسانية. ليتني أعلم ما مدى فرحتهم بهذه الهدية التي أرسلها إلينا برهان غليون وصاحبه. ثم إني أيها الإخوة أريد أن أتساءل، هل كشفت الأغطية عن أعين ممثلي الجزيرة الجامعة العربية؟ هل كشفت النقابات الملصقة على أعينهم ليروا من القاتل ومن المقتول، ولكي يعلموا أن الجيش السوري لا يمكن أن يفجر أنابيب النفط، لا يمكن أن يفجر أنابيب الغاز، لا يمكن أن يقتل أفراده أو أن يقتل نفسه؟ هل أتيح لرسل الجامعة العربية أن يكشفوا عن أعينهم العصابات؟ ولكني أقول كما قال الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أما إخواننا ذوي المعارضة الإصلاحية الداخلية، فإني أقول إنها معارضة طارئة عارضة، ولسوف تختفي وتمحي عندما نتلاقى جميعا على الطريق العريض الواسع للإصلاح، ولسوف نكون جميعا يدا واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة وليست أمنية، والغد القريب سيؤكد. شيء آخر أريد أن أقوله لنفسي ولكم جميعا، قالوا رب ضارة نافعة، استبشروا خيرا أيها الإخوة،
وأملوا فرجا قريبا آتيا من عند الله سبحانه وتعالى. لا تهولنكم هذه المصيبة وإن كانت مؤلمة في ظاهرها، فرج الله سبحانه وتعالى قريب. وشيء آخر أختم به كلمتي أيها السادة، كنت ولا أزال أكره الحديث عن نفسي، ولكني أجدني في هذا الموقف مضطرا إلى أن أتكلم عن نفسي. عندما أطلت هذه الأزمة علينا من قريب أو من بعيد، قلت وكررت يا ناس، إياكم أن تفتحوا بابا ثم تدخلوا في منحدر لا تملكون الوقوف فيه. إياكم أن تفتحوا بابا إلى منحدر ذي اتجاه واحد، الخطوة الأولى تدفعكم وتبعثكم إلى النهاية التي نرى مظهرا من مظاهرها الآن. قلتها وكررت. قيل إنك من أتباع السلطة. قالوا إنك من ذيول السلطة. قلت لهم يا ناس، الأمر أخطر من أن نتوجه إلى السلطة والنظام بالتأييد أو بالخروج والنقد. الأمر يتعلق بمصير، الأمر يتعلق بباب فتنة، إذا فتح انكسر الباب، وهيهات أن نعود. الطريق منحدر ولا مجال للرجوع عنه. اتضح اليوم للقاصي والداني أنني كنت الأخ الودود المخلص، أنني كنت الإنسان الذي يغار على مصير هذا البلد المقدس. لذا أنا أقول رب ضارة نافعة. أرجو وآمل من خلال هذه المصيبة التي شاء الله بحكمته أن تطل علينا أن تتحد القلوب بعد اليوم، وأن تجتمع على كلمة سواء، وأن نتفق جميعا على حماية كل شبر من هذه الأرض المقدسة، وأن نعلم أن بلدتنا المباركة هذه بكل ما فيها من فئات إنما هي النموذج الأعلى لما قد أمر الله عز وجل به، إذ قال إنما المؤمنون إخوة. نحن نتعايش في سبيل أن نحمي مقدساتنا، نتعاون في سبيل أن نحمي المبادئ والقيم التي أمرنا الله عز وجل بها. لا يمكن أن تمتد أيدينا إلى عدو مهما تظاهر بالغيرة وما إلى ذلك. لا يمكن أن نصافح الأيدي الملوثة بالدماء. أقول قولي هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى الحماية والرعاية والعفو، والسلام عليكم. استمعنا إلى كلمة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، وطبعا استهلها ببعض